ككل شيء في هذه المدينة، يتحدى الشباب بمختلف توجهاتهم ومهنهم الموت. يحرصون على أن تكون رسائلهم بالصوت والصورة والخطوة واللحن معا لتصل لجميع أنحاء العالم. فيها أناس لا تكسرهم الظروف الصعبة، لكنهم من يكسرونها. حبي لها رغم الظروف، القاسية رغم المحن. حبي لها أمي سقتني في وسط اللبن. بظروف قاسية يسعى الشباب لخلق ثغرات في الجدار الذي فرضته ميليشيا الحوثي والمخلوع على تعز لحصارها. جبالها الشاهقة لم تمنعهم من تهريب الأغذية والأدوية لأولئك المحاصرين في الداخل. فعندما كانت منظمات عالمية تكتفي بالتنديد فقط، كانوا هم منظمون قافلة للتحدي. تمكنوا من إدخالها تعز عبر سلسلة بشرية كبيرة شارك فيها أعداد كبيرة من المتطوعين بمختلف أعمارهم لإيصال المساعدات الإنسانية للمدينة. لم يكتفوا بذلك فقط، بل كاستراحة للمدينة المتعبة وأبنائها المثقلين بالمعاناة، أقاموا فعاليات تتمثل بمعرض صور ومسرحيات تعبيرية وحتى فواصل غنائية. أما حين يتعبونهم تكون استراحتهم هكذا. لمن لمن لأجل اليمن، لمن لمن لأجل اليمن.